التمارين الرياضية والدورة الشهرية. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. التمارين الرياضية والدورة الشهرية. وبالمناسبة طبعا مش كل الستات والبنات بيعانوا من ألام في الدورة الشهرية. ده تقريبا في دراسات اتعملت أثبتت، ناس كتير يعني سألوا الستات والبنات وما إلى ذلك في بحوث موسعة، وجدوا تقريبا أن أكتر من 70% 72% من البنات والستات بتيجي عندهم الدورة الشهرية بدون ألام تذكر. فبالتالي الدورة الشهرية مش دايما مصحوبة بأي آلام. يعني في ناس ستات كتير بيعتقدوا ان اثناء الدورة الشهرية لازم بقى تبقى تكسل وما تتحركش كتير ويمكن ما تستحماش وحاجات كده، بعض الافكار يعني، لكن هو طبيا وعلميا العكس صحيح. فاثناء الدورة الشهرية، الدورة الشهرية بتفيدها جدا التمارين الرياضية، وإن الواحدة تحافظ على نفسها في حالة لياقة بدنية. في دراسات اتعملت كتير أثبتت إن التمارين الرياضية، إن في اتعملت على ستات بيمارسوا الرياضة بانتظام وستات تانيين، فلقوا إن اللي بتمارس الرياضة بشكل منتظم بيعانوا بالنسبة أو بدرجة أقل بكتير من ألم الدورة الشهرية. التشنجات اللي عندهم بتكون أقل بكتير، وأي حاجة نشاط بدني زي المشي أو الحركة الكتيرة في البيت أو مثلا ممارسة الرياضة نفسها في الجيم، كل ده بيخلي الست تشعر بشعور أفضل بدل ما مزاجها يبقى متعكر وتشعر بألم وكده. وللعلم في ستات بياخدوا أدوية عشان يخففوا الألم أثناء الدورة الشهرية، لكن وطبعا أي أدوية لها أعراض جانبية. طب ليه؟ ما التمارين الرياضية ممكن تساعد الست على إنها تخفف من ألم الدورة الشهرية وبنفس الوقت آمنة، ليس لها مشاكل أو أعراض جانبية. الفايدة غير الألم، ممكن التمارين الرياضية بتأثر فترة الدورة الشهرية. يعني بدل الدورة الشهرية ما تقعد لها 5 6 أيام، لا ده ممكن تقعد 3 أيام أو أقل يعني. فمدة الدورة الشهرية بتقل عند الستات اللي منتظمين في ممارسة الرياضة. لكن في باحثين من ناحية تانية قالوا والله ما فيش علاقة وثيقة ما بين ممارسة الرياضة وتخفيف آلام الدورة الشهرية. يعني في اختلاف ما بين ده وده. طب احنا انا رأيي ايه بقى؟ يعني افترض انت الست هتخسر ايه لما تمارس الدورة الشهرية؟ بالعكس هتستفيد. تمارس الدورة الشهرية العفو، الست هتخسر ايه لما تمارس الرياضة بصورة منتظمة؟ تمارس الرياضة بصورة منتظمة وتشوف اثناء الدورة الشهرية بيقل الالم ولا لا. اذا قل الالم يبقى خير وبركة، الالم ما قلش على الاقل هي هتستفيد من الفوائد الاخرى للرياضة على الجسم بصفة عامة. اذا ما استفادتش في الحالة دي تقدر تاخد الحبوب اللي هي بتسكن الدورة الدموية زي حبوب الداي سايكلوفرين أو حبوب منع الحمل لو الدورة بتيجي معاها ألام وتقلصات شديدة. يبقى الخلاصة إن التمارين الرياضية مفيدة سيان خففت ألام الدورة الشهرية أو لا، لأن ليها فوائد أخرى كثيرة مش بس على الدورة الشهرية. فلازم كل ست أو بنت ما تكسلش إنها تمارس الرياضة البدنية، واحتمال كبير قوي ان هذه الممارسة تساعدها على تخفيف آلام الدورة الشهرية اذا كانت بتعاني منها.